14 15 وجاي 16 اذا بكيت اعداد كبيره ومهيبه والتوابير ممتده ولم تقل عن 35 الى 40% في نسبه 50% 60% 70%، لكن انا بقول لازم تبقى اكثر من اي استحقاق دستوري سابق. دي التحدي الكبير مع احتجاج الاخوان او غيابهم عن الصوره. يوم 16 اذا كانت النسبه مع نسبه لو في 20 مليون وكانت النسبه حوالي 75 80% فانت امان بالمعنى القانوني امام شرعيه دستوريه جديده حتى لو 50% زاد واحد. لكن اذا انت عملت 75% او 50% او اقل قليلا مشاركه و 75% نعم، فانت تؤسسي لدوله جديده تماما تدفع جماعه الاخوان المسلمين الى الهامش لانه داخل في اختبار قوه عبر الصناديق. هم اتكلموا كتير عن الاحتكام بصناديق الاقتراع، طب صناديق الاقتراع اتفضل تحت الرقابه الدوليه وبصف كامل القضاء وتعالى اثبت اذا كان في اي تزوير واحنا معاك. تعالى هو عارف ان شعبيته تراجعت ولكنه هو لا يريد بقى. بص انت بتقنع على فكره تؤسس وضع جديد وتدخل استحقاقات وتبني دوله جديده. وطبعا جماعه الاخوان المسلمين كذب الهامش. الاخوان عاوزين ايه؟ عاوزين كنت لسه هقول لحضرتك يعني هم عايزين يوصلوا لايه؟ يعني هو اللعبه واضحه برضه وكانت تصريحات رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه ووزير الداخليه والصحفيين الكل الطرفين فاهمين بعض واللعبه علنيه ما فيهاش اسرار. الاخوان عاوزين افشال او افساد الاستفتاء على الدستور لاثبات عجز الدوله من ناحيه ولمنع تاسيس شرعيه دستوريه جديده. انت عندك شرعيه ثوريه، عندك شرعيه مؤسسه بتصدر بها اعلانات دستوريه، لكن ان يكون لديك مره اخرى دستور بحل توافق اوسع ويرسخ شرعيه مرسي هذا وضع مختلف لا يريده جماعه الاخوان المسلمين، وبالتالي بيعتبروا المعركه دي بالنسبه ليهم لها ما بعدها وعاوز يعتبرها معركه حياه او موت وداخل تحدي وبيراهن على التصعيد والافساد والافشال وبيحاول يروع الناس حتى لا تذهب الى صديق الاختراع. التحدي الحقيقي اكبر بوليس التامين يوم 14 و15 يناير انا بثق الجيش هيأمن والبوليس هيأمن وانا اثق الامور بتخدم جديه، لكن مش بعد يعني توفيق ربنا يعني أكيد. الكلمه للشعب، اذا الشعب خرج باعداد كبيره فهذه اكبر بوليس التامين. مفيش حد عندما تكون الملايين في الشوارع و ما فصلتش دي انه كان ما حدش تعدى على اي ما حصلتش عمليه اي ما الميليشيات موجوده اللي ظهرت بعد كده والسلاح اللي كان موجود ظهر، لكن وجود الزخم الشعبي الكبير اذا الشعب قال كلمته وخرج فقد اكد الديمقراطيه واكد حقه في الاقتراع واكد حقه في ان يقول نعم او لا، لكن بتبصره وبارادته بدون ما حد يخوفه بدون ما حد يقول له انك خايف تتعرض لخطر. اذا خرجت يعني الشعب خرج بمعدلات قياسيه او طيب انا اظن اللعبه تختلف وهتتغير كل المعادلات بعدها. لا دي طريقه رؤيه الاخوان للازمه هتنظر بطريقه مختلفه. هل تعتقد ذلك يا استاذ عبد الله؟ يعني انا الحقيقه لغايه دلوقتي مستغربه جدا ان ساعات بتحدث مع ناس منهم وعلى يعني علم يعني وثقافه يقول لك لغايه دلوقتي لسه بيقولوا فوتوشوب على ال 30/6 ودي كلها كانت تمثيليه، فانت بتتكلم على جماعه لا تريد التفاهم على الاطلاق. لا انا عاوز افشال العمليه السياسيه الانتقاليه التي تحدث الان في مصر، فانا هنطلق للمشهد السياسي برمته الان ويحدث في مصر، كيف يمكن ان نتابع او ما هو يعني انا كثير بعض مع الناس يقول لك احنا مستقبلا احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. أنا مش عاوز يعني عايزين نتكلم بعقلانية ونحترم الحقائق اللي أمامنا ونحترم الناس ونفكر بطريقة موضوعية أمام. إذا في حد متصور إن إحنا 16 يناير عند إعلان نتائج الاستفتاء بريموت كنترول إنتهت كل شيء هذا خطأ. أكيد مست الحقيقية إنك أنت البلد لو هنقول بتعبير شبه بلاغي يعني البلد يوم 16 هتقف على ارضيه افضل. ممكن يبقى دراعنا وجعنا شويه. ممكن يبقى في التواء في القدم، ممكن يبقى رابطين شاش ما اعرفش فين. لكن توقف على ارض صلبه.
اصلا مما انت واقف عليه، وتبقي شايفه قدامك الاستحقاقات الاخرى، وانك عندك فرصه لاول مره من 3 سنين تستكملي مؤسسات الدوله، وهيبقى عندك قلق وهيبقى عندك تساؤلات. ناس يهمها الناس بس عاوزه الان في هذه اللحظه ان ترى الدوله امامها قويه، وده عظيم جدا. بس احنا مش عاوزين الدوله التي تفتري على مواطنيها، ولا عاوزين الدوله البوليسيه. فانت عاوزه تحققي معادلات صعبه جدا. كيف يعني اجد الدوله امامي قويه وحاضره ومؤثره وبتلعب ادوارها الاجتماعيه وادوارها الوطنيه، وبتحارب الارهاب وبتحارب الجريمه وبتعد امن الشارع وبتعد المرور، وكيف في نفس اللحظه دون مع احترام الحقوق الاساسيه للمواطنين والحقوق الدستوريه الحقيقه، لان ابواب الحريات العامه في الدستور الجديد بديعه يعني انجاز ضخم، بس المهم نحن نؤمن بها وننفذها ولا نسمح بتغول السلطات وتتحول الى قوانين. فابتدي اختار صح اعضاء مجلس النواب اللي جاي اللي هو اسمه جديد بدل مجلس الشعب. فدي بس فزي ده ادنى التحول الى الديمقراطيه. انا عاوز رجل الشرطه يستعيد كرامته وكبريائه ودوره في حفظ الامن، وعاوز المواطن لما يدخل الاسم البوليس فهو الملك وهو السيد ويعامل باحترام، ويبقى في يقين الشرطه انها حقا انها في خدمه الشعب. وبالتالي عاوز اعاده نظر في حاجات كتير، عاوز اعلي كفاءتهم في تعقب الجريمه التدريب، وعاوز نعلي اعتقادهم في حقوق الانسان وحريات المواطنين. دي مسائل مش في يوم وليله. الدستور بيديني ارضيه، بالمناسبه الدستور بيديني ارضيه قويه اللي بقف عليها، لكن الدساتير لا قيمه لها ان لم يكن هناك شعب يعرفها بالتبصر. وبالتالي لو في حد عاوز يروح يقول لا، لان في امور لا ترضيه من حقه ويروح، وده شرف ليه وده. لكن لو حد عاوز يقول نعم، انا بدعوه انه يقول نعم بتبصر، انه يبقى عارف ان دي حقوقه وده سوف يقاتل لاجلها. لان كان عندنا طول عمرنا في مصر حاجتين، عندنا دساتير تكتب ولا تحترم، تكتب في الادراج ولا تتحول الى قوانين، لان الدستور في النهايه لابد من تحوله الى قوانين. او عندنا دساتير ما بتعيش من 26 دايما دساتيرنا محل الدستور الكويس قوي عاش له يعني زي 23 لحد 30 و 71 عاش 10 سنين وسنه طلع يلعب فيه، وده ودخل مبدا الشريعه مقابل تمديد ان رئاسه رئيس الجمهوريه يبقى في مكانه مفتوح. ومن الغريب انه المثير انه اغتيل بعدها، والذي استمتع بالميزه المفتوحه دي 4 5 دورات خلفه حسن مبارك. ففي تعبير بيقول لك بعد الحفر الاخير قانون وقع فيه، وبعد الحفر الاخير دستورا وقع فيه. هو صار ان هو هيقعد ويحكم الى ان يعني يتوفى الله، فاذا بقدره ان يغتال، ومن جاء خلفه هو اللي سابها مفتوحه فقعد 30 سنه. فخلينا نحترم الدساتير ونؤمن بحقنا فيها ونحولها الى قوانين، ويصبح الدستور يعني كعقد اجتماعي هو الحكم بين الحاكم والمحكوم. نعم، وزي ما حضرتك تفضلت قلت يوم 14 و15 الجيش والشرطه هم اللي طبعا هيأمنوا عمليه التصويت على الثقافه ونزول الشعب ولكن الرهان، حضرتك برضه قلت كلمه صح، الرهان هو الشعب. نزول الشعب، الشعب الذي نزل 30/6، الشعب الذي يعاني من يوم 30/6 لغايه دلوقتي برضه من العمليات الارهابيه. فبالفعل يعني ان شاء الله احنا هنبقى مستنيين هذا اليوم، ولكن احنا ممكن ناخد من كلام حضرتك ان انت متفائل بالنسبه ليوم 14 و15 استاذ عبد الله. يعني انا في السياسه بشكل عام لا اميل الى فكره التفاؤل والتشاؤم. انا عاوز ابص الى الحقائق الاساسيه، لان ممكن انا اتفائل باخد على نفسي وباخد على المشاهدين، او اتشائم في غير موضع في حقبه الناس حيث يمكنهم ان يصنعوا شيء. فانا يعني من المدرسه اللي بتميل الى نبص في السياق، نبص الحقائق الاساسيه ايه. انا امام شعب، اي حد هيبص امام نمره واحد، امام دوله تعافت او بتتعافى. فاذا في كلام عن ارهاب فانا شايف معدلات المواجهه، والنهارده شفنا يعني في بعض العمليات في اطار خطط او محاولات تفكيك خلايا الارهاب. فانا امام دوله في هذه، فانا وفي عمليات ارهابيه بتتم، فانا من ناحيه وضعيه شايف الارهاب هيمتد معانا
لفتره لكن في مجامعه. ولو انت عايز اقول تقدير اولا احنا هنقعد من سنه الى سنتين يعني حتى بعد نهايه المرحله الانتقاليه في المواجهه دي، لكن احنا بنكسب ارض كل يوم والدوله لما بتتعافى فنحن بصدد بناء دوله قويه. حسبي تفاؤل سميه، لكن لما هتيجي انت عاوزه تقري وقائع منك وتبص العمليات ازاي خفتت في سينا وازاي محاوله استهداف اقسام الشرطه كان اللي كل يوم عسكري وبتاع ابتدى يقل، واللجوء لعمليات الانتحاريه وده تعبير عن الحرب ضاريه لكنها ما عادش بيقدر بيضرب بالار بي جي يعني اصبح بعد كده في تفكيك. فدي انا باخدها مؤشر الناس ابتدت تحس انها ممكن ان مصيرها في ايديها وعاوزه استقرار وعاوزه قطره الدوله، والشباب عندي لسه عنده حيويه ومش عاوز اي تنكر لمبادئ يناير ويونيو. فانا عندي قوه ضغط اجتماعي دي تديني امل في المستقبل لما يكون عندي شباب يقص وشعب قلق ويريد ان يملك مصيره في يده وجيش وشرطه بيتعافوا وبيأدوا دورهم الامني. العيب الوحيد عندنا في اخر الكلام ده كله السياسه. انا بستغرب، انا اولا عاوز احيي حزب النور وانا من الذين بس في اقل من سنتين اتفضل حزب النور انا عاوز يعني احيي دوره وهو الحزب الوحيد اللي ابتدى ينزل ويقول نعمل دستور ويتحرك. انا عاوز اسال سؤال، اي بقى احزاب مش جابت الانقاذ، اي بقى احزاب جابت الانقاذ، اي بقى الاحزاب اللي انا هختم الحقيقه يعني عيب كبير جدا ان الشارع بالساب فاضي وان قوه 30 يونيو واحزابها علشان كده لا تاثير ولا شيء علشان كده اتاخرت على النزول 30 يونيو، لان الشعب المصري الاصيل هو اللي نزل في 30 يونيو وكان بعيدا عن الاحزاب وكل التيارات السياسيه. في ختام هذا اللقاء الكاتب الصحفي الكبير استاذ عبد الله السلاوي، انا بشكرك يا فندم على تشريفك معنا في قناه النيل. مشاهدينا الكرام انتهى هذا الحوار، بعد هذا الفصل تلتقون بأمل نعمان وموجز لأهم آخر الأنباء، وبعد ذلك تلتقون مع شادي شاش والفقرة الثانية في هذا البرنامج. إلى اللقاء.